ليه علوم الطاقة وقانون الجذب حرام؟ قانون الجذب كله بيتكلم عن فكرة حسن الظن بالله. أتمنى لو تكلمنا بشكل مفصل عن الموضوع ده. المشكلة إن هم مدخلين الدين فيه لدرجة كبيرة وبعض الناس مش راضية تقتنع إنه حرام. علوم الطاقة حاجة وقانون الجذب هو جزء من علماء الناس اللي بتتكلم في الطاقة بيتكلموا في قانون الجذب. بس خليني أقولك بس قانون الجذب الأول. قانون الجذب ده ليه طريقتين الناس بتشرحها. الطريقة الأولانية إنك لما تفكر في الحاجة كتير هتجذبها ليك وتحصل، وده ينافي قدر الله وينافي السايكولوجي وينافي العلم أصلا. حتى العلماء لما درسنا مع علماء مع دكاترة نفسيين قانون الجذب ده قالوا لنا الكلام ده مش صح. كلامك في العلم بتاع الدنيا هو. غير طبعا إن أنا ممكن أفكر في حاجة وتبقى مش من أقداري، مش مكتوبة لي، وما فكرش في حاجة وتجيلي لغاية عندي. فالطريقة دي من فهم قانون الجذب لا ده غلط. أما قانون الجذب اللي بيتشرح بطريقة أقرب للصح اللي هو أنت لما تفكر في حاجة هتبدأ تاخد بالك منها وتبدأ تشتغل عليها ويبدأ يتكون جواك إرادة ليها. فأنا مثلا على سبيل المثال عايز أخس، أنا مش هفكر في الخسسان، هبدأ أشغل بالي بموضوع الخسسان وأقرأ عن الخسسان وأبدأ اتخيل نفسي وانا رفيع بس كده. لا، انا لازم اشترك في الجيم واواظب على الجيم واظبط. ده ملوش علاقه بقانون الجذب خالص، هذا ده اكشن، ده فعل فعل. لكن لو بس فكرت في الحاجه لا، ده ما تنفعش، ده لازم احط كل حاجه في الفعل. وبالتالي لو هنسمي قانون الجذب حسن الظن بالله ان انا ان شاء الله ربنا هيكرمني باذن الله في الشغلانه دي وهيفتح عليا وهنوفقني استنى بس صح، بس انت هتتصدم في علاقتك بربنا وفي قانون الجذب وفي علم الطاقه وفي نفسك لو ما توفقتش في الشغلانه دي. احنا ما بنفكرش بقى بالقوانين دي خالص، احنا بنحسن الظن بربنا لانه امر بحسن الظن، وبنفكر في النجاح مع التفويض ان انا ممكن ما انجحش في ده بس يقينا هيفتح عليا لانه هو اللي وعد قال انا لا نضيع اجر من احسن عمل، فممكن يفتح في ده وممكن ما يفتحش، ده يفتح في اللي بعديه او يفتح من حاجه تانية خالص لانه هو اللي وعد. فالمشكله مين بيشرح لك قانون الجذب وبيشرحه ازاي؟ لو هيشرحه بتاع فكر في الحاجه هتجذبها ليك، لا دين ولا علم بيقولوا كده. لكن زي ما لو هي مساله حسن الظن بالله، بس خد بالك حسن الظن بالله ده زي ما يكون طبقتين كده. طبقه ان انا ان شاء الله مثلا يعني ايه، انا مش هخون البنت اللي بحبها، يبقى انا ان شاء الله يقينا بحسن ظني في ربنا مش هتخوني. استنى، في طبقه حسن ظن تانية انها لو خانت من حسن ظني في ربنا انه هيعوضني، مش يبقى حسن ظني واقف هنا ان انا هعمل الموضوع وربنا يكرمنا. استنى، طب لو ما اكرمكش في ده، حسن الظن الحقيقي انه يكرمني بحاجه تانية ويعوضني، مش في حاجه معينه، في الله نفسه. مش لان لو احسنت الظن في ربنا هيعمل دي زي ما انا عايز، طب لو ما عملهاش زي ما انا عايز، لان ربنا يرى شيء تاني احكم واعلم مني. فالموضوع محتاج تعلق بالله مش بالاشياء. الله اعلم.